طبعا خدوا بالكم الفتره اللي كان بيلعب فيها ماركو بالوتا في الدوري الايطالي سواء مع انتر او مع لاتسيو، كان الدوري الايطالي في التوقيت ده اللي ما يعرفش او اللي ما شافش هو الدوري الانجليزي دلوقتي، كان افضل دوري في العالم، وكان هو الوجهه الاولى لاهم نجوم العالم، كان واحد من اقوى الدوريات ان لم يكن اقواها، وكانت كل الفرق فيها اهم نجوم الكره في العالم كله، يعني مش بس هقول لك اليوفي والانتر والميلان وروما لا كل الفرق الايطاليه، فيورنتينا، سامدوريا، فيرونا، كالياري، كلهم فيهم اهم اسماء كره القدم في العالم كله، فكان واحد من اقوى الدوريات. خلينا نرحب بماركو بالوتا حارس مرمى الانتر ولاتسيو السابق، ضفنا في السادسه قبل طبعا ايام قليله من نهائي دوري ابطال اوروبا. مساء الخير واهلا وسهلا بيك، شرف لينا انك تكون موجود معنا في السادسه، بشكرك على وقتك وعلى مشاركتك. شكرا، شكرا لكم، شكرا لكم جميعا. يعني انا عارف انه المباريات اللي من النوع ده ما بترتبطش اكتر بارقام وبتواريخ، لكن بالتاكيد الانتر في مواجهه السيتي يمكن تكون اهم مواجهه للكره الايطاليه في الموسم الحالي، ازاي بتشوفها وتوقعاتك لنتيجه المباراه؟ La finale dici? Sì 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 sì. La finale di conference? بالنسبه نعم. بالنسبه للنهائي سي 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 الانتر فرا لين. Adesso io ti sento bene, dimmi. Ok. Vabbè, ah questa è una finale che sembrerebbe scontata perché il Manchester è veramente superiore, l'ha dimostrato نراه لاول مره نتعرض لهذه المباراه من هذه النوعيه، لاول مره نتعرض لوحش من وحوش الكره امامنا، معظم الفرق تخشى مانشستر سيتي لا سيما بعد هزيمته لريال مدريد، فنحن الآن في مواجهة صعبة، ولا أقول كما يقول الجميع أنه مستحيل، ولكن أقول أننا ممكن أن نصنع الكثير، فمن الممكن أن الإنتر ميلان ممكن أن يحرز هدفا في نهاية المباراة أو في نصف المباراة، ثم بعد ذلك ندافع بقوة. كما تعلمون أن لدينا مدافعين أقوياء جدا، لديهم القدرة على التصدي على للمباراة، ليست مباراة سهلة لكن نحن نستطيع أن نقوم بها. طيب خليني أتكلم معاك على التحضير النفسي، يعني بعيدا عن النواحي الفنية والخططية، أنا بشوف الإنتر الحقيقة واحد من أكبر الأندية في أوروبا، وحتى وإن كان ابتعد لفترات عن منصات التتويج، فبالتأكيد تاريخ النادي، حضوره في منصات التتويج، فوزه بالبطولة قبل كده، أعتقد هيبقى جزء من تحضير إنزاجي النفسي مع لعيبته قبل مواجهة السيتي اللي بيعتبر واحد من أفضل أندية العالم إن لم يكن أفضلها في التوقيت الحالي. شايف ده إزاي من واقع حتى خبرتك ووجودك في الدوري أو لعبك في الدوري الإيطالي صالح الإنتر في فترة كانت البطولة الإيطالية أو الكالتشيو هو أقوى بطولة على مستوى العالم؟ أستطيع أن أقول لا أستطيع الإجابة عن سؤالين، لكن أجيبك على أول سؤال، ممكن إعادة السؤال مرة أخرى؟ بكلمك على التحضير النفسي اللي ممكن يكون بنفس أهمية أو قيمة التحضير البدني والفني، بكلمك على فكرة أنه الإنتر طول عمره واحد من الأندية الكبيرة في أوروبا وفي إيطاليا ومتعود يلعب البطولات الكبيرة ومتعود يفوز باللقب، إزاي يستفيد إنزاجي بده في تحضير وتهيئة لعبته قبل ما يواجه السيتي يوم السبت اللي جاي؟ إنزاغي من ناحية تحضير اللاعبين وتهيئتهم نفسيا وجسديا وعقليا أيضا، فهو كما قلنا هو معلم كبير، لدي القدرة على إقناع لاعبي أنهم يقاتلون من أجل لقب لا يحتمل الخسارة، يقاتلون من أجل بطولة ليس لديها فيها اثنين من الفائزين، هو فيها فائز واحد وخاسر واحد، لكن أقول من الناحية النفسية هو يراعي هذه الجزئية جيدا جدا. كما نرى، كما رأينا في المباريات السابقة، إنزاغي سيستعد بقوة لهذه المباراة وسيعد لاعبيه جيدا، وأيضا اللاعبين على درجة عالية من الثقة في أنفسهم، وهذا مهم للاعب الكرة بشكل عام، لكن أنا لازلت مقتنع أنه ليست الناحية الجسدية فقط ولا الناحية النفسية، إنما هي الناحية الجماهيرية. لا بد من جماهير الإنتر ميلان أن يقفوا
معهم حتى آخر لحظة وأن يشجعهم بقوة. تعتقد أنه الإنتر أو إنزاجي تحديداً هيلجأ لمواجهة كتيبة جوارديولا بطريقة دفاعية؟ معروف طبعاً أنه الإنتر واحد من أقوى الفرق والمنظومة الدفاعية عموماً للكرة الإيطالية، الإنتر والميلان بشكل خاص في منتهى القوة، في مواجهة مطرقة هجومية وتألق هجومي كبير للسيتي بقيادة طبعاً هالاند، بقيادة دي بروينا، برناردو سيلفا، جريليتش، هي مصادر الخطورة في السيتي كتيرة جداً ومتعددة. هل تتوقع أنه إنزاجي يراهن على مباراة فيها تكتلات دفاعية أكتر، ولا جيم مفتوح وهيكون ند لند للمان سيتي؟ لا أظن أن لا نقوم بخطة الهجوم، ولكن خطة الدفاع هي أفضل في كل الأحوال. إنتر ميلان لديه مدافعين أقوى من مهاجمي، لا شك أن مهاجمي لديهم قدرة فائقة طبعا على التفوق وعلى إحراز الأهداف بجدارة، لكن خطة دفاعية من وجهة نظري ستكون أفضل. أننا نحاول قدر المستطاع أن نحرز هدفاً في أول المباراة، ثم بعد ذلك نقوم بخطة دفاعية وهذا سيكون أفضل. أنا أعتقد أنه ليس من السهل مقاتلة هذا الوحش كما قلت لكم سابقاً، ولكن سنقوم وسنفعل ما بوسعنا، وإنزاجي مدرب رائع سيفعل ما بوسعه، لا نقول للإنقاذ، ولكن سينقذ نفسه أولاً من هذه المباراة. أي من أوراق إنزاجي يمكن المراهنة عليها؟ مين من تشكيلة أو من تركيبة الإنتر في الوقت الحالي يرى ماركو بالوتا أنه قد يصنع الفارق وقد يخطف اللقب لصالح الإنتر في مباراة يوم السبت؟ الإنتر لديه مهاجمين مهمين مثل لوتاكو ومع بعض المهاجمين، لكن أنا من وجهة نظري لا نراهن على لاعب واحد، ولكن هي خطة كاملة، لا نستطيع الاعتماد على لاعب واحد فقط. فمانشستر سيتي يراعي هذا جيدا، وأيضا دفاع المانشستر سيتي دفاع قوي جدا، فإن لاحظ أننا سنلعب على لاعب واحد أو نضع آملنا على لاعب واحد بالطبع سيحرص كل الحرص على أن لا تصل الكرة إليه، لكن أقول مانشستر سيتي خصم يمكن أن يهزم. رأينا سابقا بعض الفرق والأندية الكبرى وبعض المنتخبات العظيمة وهزموا في المباريات الكبرى، لكن لا أقول أننا كجمهور إيطالي قبل أن نكون لاعبين لا نحتمل خسارة أخرى. كواحد من النجوم اللي تألقوا في حراسة مرمى الإنتر، بالتأكيد كان بيبقى لك كلام توجيهات مع المدافعين في الوقت اللي كنت تلعب فيه لإيقاف خطورة المهاجمين الكبار اللي كانوا بيلعبوا في الدوري الإيطالي. مدافع الإنتر على وشك إن هم يواجهوا ماكينة أهداف متحركة اسمها إيرلينج هالاند، نصيحتك إيه لإيقاف إيرلينج هالاند قبل مواجهة النهائي تشامبيونز ليج؟ لو بتكلم مدافعي الإنتر في الوقت الحالي أو بتنصح مدافعي الإنتر. أقول لهم خذوا احتياطاتكم جيدا، ولا زلت أقول وأكرر أن هالاند في المباريات الكبرى لا يكون متفوقا كالمباريات الأخرى، هو في النهائيات نقول لا يجد نفسه ولا يجد حظا كافيا للإحراز، لكن الخوف ليس من هالاند وحده، الخوف من كل الفريق بشكل عام. وأتوقع وأقول لكم من هنا على شاشة قناة الأهلي أن الإنتر سيفجر مفاجأة للجميع. فاللاعبين طيب خليني أفكرك، بس يهمني كمان أتكلم معك على الكرة الإيطالية بشكل عام، لأن أنت في الوقت اللي كنت بتلعب فيه لصالح الإنتر أو حتى لاتسيو كانت البطولة الإيطالية هي البطولة الأقوى على مستوى العالم كله. هل بتشوف أنه نجاح الأندية الإيطالية السنة دي وتألقها على المستوى الأوروبي، روما، فيورنتينا، الإنتر، وصولهم للمباريات النهائية في الثلاث بطولات الكبرى، هل بتشوف رجوع نابولي وعودته للمنافسة وتحقيق لقب الكالتشيو أنه الكالتشيو أو بطولة الدوري الإيطالي على الطريق الصحيح لاستعادة مكانتها كواحدة من أفضل بطولات على مستوى العالم؟ ما
quest'anno è stata una stagione un po' particolare. نعم هذا هذا الموسم كان هو الموسم الأكثر روعة ربما ليس في تاريخ الكرة الإيطالية، ولكن منذ سنوات عدة لم نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. ثلاث فرق إيطالية تصل إلى النهائيات. رأينا روما قام بمباراة رائعة أمام إشبيليا مثلا، وسنرى إنتر ميلان، وسنرى فيورنتينا أيضا سيحقق أيضا فوزا ونأمل ذلك، ولما لا هذا ليس مستبعد. فالدوري الإيطالي سيعيد نفسه من جديد، لا سيما بعد هذا الموسم الأكثر شراسة والأكثر قوة والأكثر روعة في حياتنا والأكثر روعة، لم نرى هذا منذ سنوات. لكن أعتقد أننا سنعيد هذا ونعيد الأمجاد مرة ثانية، نعيد مجد وفخر الكرة الإيطالية، نعيد الأساطير التي كانت موجودة منذ القديم.